جمهورية قراصنة أبي رقراق، رعب طارد أوروبا، حررت المغاربة من الخوف من البحر، وتحدث الأساطيل الحربية الأوروبية. جمهورية بورغراغ السلاوية أنشأها المهجرون الأندلسيون والمنشقون الأوروبيون، بلغت عمليات مجاهديها إلى إيسلندا وإنجلترا. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. لعب تساقط الممالك الأندلسية الواحدة تلو الأخرى الدور الأبرز والأشهر في تشكيل تاريخ مدينة سلا، باعتبارها مركزا للجهاد البحري في منطقة مصب نهر بورغراغ. فمنذ سقوط طليطلة، أول قاعدة إسلامية كبيرة في الأندلس تسقط على أيدي النصارى عام 1085، بدأ تقاطر الأندلسيون على الشمال الإفريقي وخصوصا المغرب والجزائر وتونس، ولكن بأعداد قليلة، وأخذت أعداد الوافدين تتزايد بشكل كبير عقب سقوط غرناطة آخر الممالك الأندلسية عام 1492، ثم بلغت ذروتها في عهد فيليب الثالث عقب قرار النفي النهائي بدءا من 1609. وقد شملت عملية التهجير القسري مسلمين ويهود أندلسيين تم تهجيرهم من إسبانيا والبرتغال بعد عمليات عدوانية ممنهجة بحق ذويهم، فاستوطن الكثير منهم المدن الساحلية المغربية ومن بينها سلا التي توافد عليها أيضا الكثير من العناصر التركية والأوروبية، مما أغنى ترابها بثقافات متعددة. وقد امتزجت المشاعر داخل صدور المهجرين حتى صارت بركانا يريد أن ينفجر في وجه الإسبان والبرتغال الذين لم يكتفوا بطردهم من شبه الجزيرة الإيبيرية، وإنما شرعوا كذلك في التمدد لاحتلال الثغور المغربية، حتى سقطت بالفعل أغلب المدن الساحلية في أيديهم باستثناء سلا وتطوان، فقد أخذت التركيب سلاوية على اختلافها تعمل على الدفاع عن نفسها، تحركهم في ذلك رغبة شديدة في إيقاف هؤلاء الطغاة الظالمين الذين يعيثون في الأرض فسادا. وقد أزكى هذه الرغبة دعوات وفتاوى أصدرها فقهاء ومجاهدون، أبرزهم محمد العياشي الذي كان له باع طويل في قتال البرتغال، ودعا إلى الجهاد استرجاع الثغور السليبة من يد النصارى، ومن ثم أصبحت سلا تغرا من ثغور الجهاد البري والبحري في الربع الأول من القرن السابع عشر. الأورناتشيون يسيطرون على سلا الجديدة. يتضح مما سبق أن الأندلسيين الذين تجمعوا في الضفة الشمالية لمصب نهر بورغراغ في سلا القديمة قد تعايشوا مع عناصر وافدة أخرى إلى جانب سكان سلا الأصليين، وقد نصبوا المجاهد محمد العياشي زعيما وحاكما لهم. أما الضفة الجنوبية لمصب النهر فقد استوطنها الأندلسيون الأورناتشيون، وكانوا مجموعة من الأثرياء أصحاب نفوذ وجاه قادمين من منطقة إكستراماتورا، وهم آخر من تم تهجيرهم من الأندلس نظرا لمكانتهم الخاصة وروح المقاومة لديهم، والتي جعلتهم يصمدون أمام محاكم التفتيش ويتمكنون حتى من حمل السلاح مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة للسلطة الحاكمة، ومن ثم تمتعوا بما يشبه الاستقلال الذاتي عن السلطة الملكية الإسبانية. ولما قدموا إلى المغرب سمح لهم السلطان السعدي بأن يستوطنوا الضفة الجنوبية لمصب نهر بورغراغ التي سميت بسلا الجديدة أو الرباط، كي يعمروا المدينة بعد أن كانت مجرد خرائب، فتمركزوا بحي القصبة وتحصنوا بقلعتها، كما بنوا الأحياء السكنية والحمامات والأفران في الرباط ورمموا أسوارها وحصنوها بالمدافع، فبدأوا
بلدت سلا الجديدة كما لو كانت بلدية إسبانية، وتوافد عليها مختلف أفواج الأندلسيين من أقاليم المغرب الأخرى. وقد لفت الأورناتشيون أنظار السلطان زيدان الناصر، فاستغل مهاراتهم الحربية في التوطيد العسكري لسلطته وفي حربه ضد أخيه المامون الذي كان قد تحالف مع الإسبان، وانتهت هذه الحرب بانتصار زيدان، مما ساعد الأورناتشيين على توطيد مكانتهم في سلا الجديدة، وشيئا فشيئا اكتسبوا استقلالية عن الدولة المركزية وكذلك عن السلطة الدينية المتمثلة في المجاهد العياشي الذي كان يسيطر على سلا القديمة. وكان الأورناتشيون كما في سلا القديمة يباشرون الجهاد البحري الذي شاركهم فيه العديد من القراصنة والمنشقين الأوروبيين، وخصوصا الهولنديون الذين تحولوا إلى الإسلام وشاركوا الأندلسيين بغضهم للإسبان. وكانت لهم دراية كبيرة بصناعة وإدارة السفن، وقد بارك السلطان عمليات الجهاد البحري ضد الإسبان وحلفائهم، وكان 10% من حصيلة الغنائم تقتطع لصالح خزينة الدولة وترسل إليها من خلال القائد الذي عين من قبل السلطان للإشراف على المدينة ومساعدة الأورناتشيين في إدارتها دون أن تكون له وصايا عليهم. وبذلك تحولت الضفتان الجنوبية القصبة والرباط والشمالية سلا لمصب نهر بورغراغ تدريجيا إلى مركز جذب للغاضبين على الإسبان والبرتغال والراغبين في الانتقام منهم، إلا أن شعور الأورناتشيين بسيادتهم على الفصائل الأندلسية الأخرى وإعلانهم أنفسهم أسيادا وقادة عليهم أوقع العديد من الانقسامات بينهم وبين الموريسكيين الوافدين من مناطق أخرى. نشأة الجمهورية السلاوية في مصب نهر بورغراغ. منذ العام 1614 قام الأورناتشيون بإرساء نظام حكم أو كيان سياسي بلوتقراطي يكون الحكم فيه للأقلية من الأترياء منهم. على رأس هذا الكيان ينتخب قائد يتم التجديد له كل سنة، يساعده مجلس استشاري، ومقره قلعة القصبة. يرأس هذا الديوان أدميرال ينتخب أيضا كل سنة. وقد كان إبراهيم برغاس وهو أندلسي أورناتشي أول زعيم لهذا الكيان السياسي حتى العام 1624. تلاها الرئيس مراد وهو هولندي دخل في الإسلام وتولى الزعامة من 1624 حتى 1627. منذ العام 1627 تمرد الأورناتشيون على القائد المعين من قبل السلطان للإشراف على الحكم في المدينة، وانفردوا تماما بالحكم، فتكونت في حوض نهر بورغراغ جمهورية حقيقية على غرار الجمهوريات البحرية الإيطالية. وقد كانت إنجلترا أول من اعترف بهذه الجمهورية على الرغم من العداء الواضح لها، وذلك حتى يحموا سفنهم وتجارتهم من مصير مأساوي على يد القراصنة. كما تمكن الإنجليز بذلك من تحرير الكثير من الأسرى الذين وقعوا تحت أيديهم. استمر الأورناتشيون في السيطرة على السلطة باحتكارهم جميع مقاعد الديوان، مما أثار الجميع عليهم وخلق توترات ومواجهات دامية بينهم وبين الأندلسيين من الطوائف الأخرى. ولم يكتفي الأورناتشيون بالسيطرة على الضفة الجنوبية، بل حاولوا مد نفوذهم للسيطرة على سلا القديمة بالضفة الشمالية، إلا أن الأسطول الإنجليزي عرقل هذه الخطوة، فاستغل العياشي ما يحدث وضيق الخناق على الضفة الجنوبية. أما السلطان السعدي فقد وجد الفرصة سانحة لمحاصرة قلعة القصبة، محاولا إخضاع من فيها لسلطانه مرة أخرى، لكنه فشل بعد أن توحد الجميع لاستردادها. فبالرغم من الصراعات السياسية التي كادت تمزق الأندلسيين
في أرضهم الجديدة ظل الجهاد البحري قادرا على أن يجمعهم نظرا للمكاسب المعنوية والمادية التي يجنونها من ورائه. ظلت الأوضاع تتقلب بين التوتر والهدوء حتى ظهر الدلائيون في المشهد السياسي وأصبحوا القوة الوحيدة المؤثرة في منطقة مصب بورغريغ سلا الجديدة والقديمة والقصبة، وذلك بعد اغتيال محمد العياشي وخضوع الأورناتشيين لسلطانهم متمثلا في الأمير الذي عين من قبلهم وأصبح هو الحاكم الفعلي لجمهورية بورغريغ غريغ والمتحكم في كل قراراتها. وقد اتسمت الفترة التي حكم فيها الدلائيون سلا طيلة 27 عاما بالاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي، مما أدى إلى ازدهار حركة الجهاد البحري مرة أخرى. بدأت الأمور في الاضطراب مرة أخرى بعد أن انقلب الأورناتشيون وباقي الفصائل الأندلسية على الدلائيين وتحالفوا مع الخضر غيلان تلميذ المجاهد العياشي، ولكنه فشل في إدارة المشهد السياسي وإخماد الثورات المتكررة في المدن الثلاث. ولم ينتهي ذلك التوتر إلا بإخضاع العلويين الفيلاليين لغيلان والدلائيين، ومن ثم إخضاع جمهورية بورغريغ لحكم الدولة العلوية. فسقطت الجمهورية عام 1668، وذلك بعد أن ظلت محتفظة باستقلالها النسبي طيلة 41 عاما. سياسة الرعب والتأديب. كانت المقاومة البحرية التي تولاها في الغالب مجاهدون من أصل أندلسي وسيلة فعالة للانتقام من الاستعمار الناشئ، وكان الازدهار حركة الجهاد البحري في المحيط الأطلسي انطلاقا من سلا بداية من القرن السابع عشر تأثير سلبي كبير على ملاحي أوروبا وشعوبها واقتصادها. فالهجمات لم تعد قاصرة على السفن في عرض البحر، بل تعدد ذلك حتى توغلت أحيانا في البر. ويمكن أن ننظر لهذه العمليات على أنها رد فعل طبيعي على ما مني به الأندلسيون قبل أن يغادروا الأندلس مجبرين. وللوقوف على مدى قوة المجاهدين يكفي أن نعلم أن غزواتهم قد وصلت إلى جزر إيسلندا وموانئ بريطانيا، وأنه بين سنتي 1618 و 1626 بلغ مجموع أسراهم من الدول الأجنبية حوالي 6000 أسير، وكانوا أحيانا يرفعون أعلاما أجنبية على بواخرهم حتى يضلل السفن التي يعترضونها، فيهاجمونها ويستولون على ركابها وأسلحتها وأمتعتها. فجن جنون أكبر الأساطيل الأوروبية حينها مما يفعلون، حتى أن بريطانيا جندت الأدميرال الشهير روبرت بلاك لمحاصرة سلا، لكنه فشل في مهمته. بعد أن فشلت الدول الأوروبية في محاصرة حوض بورغريغ، اضطرت بعضها كفرنسا وهولندا وإنجلترا إلى إنشاء علاقات دبلوماسية مع المجاهدين في سلا بغرض النجاة من هجماتهم، وكذلك عقد اتفاقات معهم موضوعها تحرير الأسرى وحرية التجارة كتلك التي عقدها محمد فنيش آخر حاكم لجمهورية بورغريغ معه هولندا من أجل ضمان سلامة بحارها وتجارتها. لم يكن عمر جمهورية سلا طويلا، فالجمهورية انتهت بعد توحيد المغرب تحت حكم العلويين، ولكن مجاهدي سلا ظلوا باقين وظلت عمليات الجهاد البحري قائمة ولم تتوقف إلا في النصف الأول من القرن التاسع عشر بعدما وقع السلطان مولاي سليمان معاهدة مع الدول الأوروبية تقضي بإيقاف أنشطة القرصنة التفويضية.
وهنا يجب أن ننتبه إلى أن لفظة قرصنة إنما هي لفظة أوروبية لا تتفق في معناها مع ما كان يقوم به المجاهدون السلاويون وغيرهم في عرض البحر من عمليات من شأنها الوقوف بالمرصاد للدول الأوروبية التي كانت تتربص بالمغرب. فأطماع إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإنجلترا في المغرب كانت واضحة للعيان، وتوجت هذه الأطماع بفرض الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب خلال النصف الأول من القرن العشرين. وقد قام المجاهدون في سلا بدور عظيم في التصدي للأطماع الاستعمارية الناشئة، كما أنهم شاركوا في تحرير بعض المدن من يد الإسبان كتحرير مدينة المهدية عام 1681. ومن المثير للانتباه احتضان معظم سلاطين وملوك المغرب في تلك الفترة لعمليات الجهاد البحري، حتى أنهم جعلوا من هؤلاء المجاهدين دبلوماسيين وسفراء يمثلون الدولة المغربية، كعبد الله بن عائشة الذي مثل السلطان أمام ملوك فرنسا وإنجلترا. فالهو بين هؤلاء المغامرين الشجعان وبين الحكام المسلمين لم تكن واسعة، وأهدافهم كانت لا تزال واحدة، فالدود عن الدين والوقوف في وجه الظالمين المستبدين ظل غاية مشتركة للجميع وإن اختلفت السبل. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.